من ساعه ما جيت غدرت عندك وهي كده عماله تشد وتلد. انت هتقعدي في امك، انت غضبانه عليا هي اللي كفت حدفت عليا. ما هو انا اللي استاهل اللي طلعت ابنك ورديت اسكن معاه في المخروبه دي. قطع لسانك من لغليغه. المخروبه دي اختي اللي كنت عايشه فيها انت وامك بتاعت الكابوزه. يا اختي احمدي ربنا ايدك وش وظهر. انتوا رايح حياتكم كل يوم والتاني صوتكم 200 اول الشارع. تعال شوف مراتك يا رمضان اللي مبهدل انا واختك واخت المتامة طول علينا حرامية. ايوه يا اختي خدوهم بالصوت قبل ما ياخدوكم. يخلصك يا رمضان هكت السرق عيني عينك وفتحت بقي تلاقي السلسبيل اللي خلفوني. شوفي يا اختي كل النسوان سبع ايام ضربني وباكا وجاي واشتكى. معلش ياما حقك عليا. خش وقتك يا زناد. لا مش هخش يا رمضان الا لما اعرف كيس فلوسي راح فين. وبعدين بقى في وجع الدماغ ده انا جاي هلكان عاوز استريح. دي حاجه تكفر. قلت لي خش وقتك يا زناد. هو انا الحيطه النايله؟ طب عليا بقى يا رب ان البيت المخروب اللي انا فيه ده. طب عليا طب عليك النبي حبيبه. شايف مراتك يا رمضان؟ معلش يا عم خلاص حرام عليكم حرام عليكم مش كده؟ يا يا ملك بختك يا زناء. الله يرحمك يابا رحت وسبتني لمين؟ وبعدين معاك يا زناء انت هتعملي زيهم؟ ما انت عارفه امي ولسانها. طب يا اخويا فشهم عني بدل ما انت واقف تتفرج عليا. قال على راي المثل اللي يقول لمراته يا هانم يستنوها على السلالم واللي يقول لها يا عوره يلعبوا بها الكوره. معلش كبري انت مخك دي ناس مخها طايق قوي. بقول لك ايه حضر لنا بقى العشاء عقبال ما اغسل وشي وارجع لك. اوعي تفتحي الباب لا يشموا ريحه الكباب ومبات من غير عشاء. فاهم يا جميل؟ يا طعم بقول لك ايه يا رمضان؟ لا تقولي ولا تعيدي انا دماغي مش ناقصه. قصدك وكسه. ايوه كده خش عليا بالكباب. صبي لي كاس. عينيا خدي لك شفطه. لا يا اخويا ده بيشقلب دماغي. وماله خليش يقلبها. تعرف يا رمضان انا ببات واحلم امتى ربنا يتوب عليا فيه من العيشه مع امك واختك سعديه اللي طبت على قلبي زي القدر المستعجل. ما تفتكريش اني ساكت يا بنت. انا قايم نايم الموضوع ده في دماغي. وبعدين النهارده بس وقعت لك على طلبك. والنبي صحيح تفسر كلامك يا راجل. صبي لي كمان كاس يا راجل. اهو قول بقى نشفت ريقي. خد اهو. طفي. ايوه ستي بتقول لك ايه عشان ملح الكباب؟ قول لها مش عندنا دي لازم بتتوحم. ستي بتقول لنا مش قلت لك خدي لك قطمه؟ قلت بتوحم. بتوحم؟ ينيلك يا رمضان الهي ما يوم يحكوه ولا يتعنوا بيه. ده كل ليله ياما داخل وبايده لفه مخبيها في شنطه العده المنكوس. قال على راي المثل بدل اللحمه والبتنجان هطلع قميص يا عريان. صدقتي والنبي ياما. وفين وفين لما وقعت لك على اوضتين بمنافعهم فوق سطح عماره لوكس اللوكس. ها وايه تنفع سكن معتبر وبعد كده بقى اقلب لك السطوح ده واشي الدهان استر ويتوب عليا بقى من شغل اليوميه وساعتها بقى ابقى لوسط رمضان بحق وحقيقي. اهلا اخص عليك يا رمضان. طب مستني ايه؟ مستني الفرج. الوليه صاحبه العماره طالبه باك ونص خلو رجلي وانت عارفه كبير وغطاء. ولا يهمك انا حبي حتتين الذهب بتوعي وانت تكمل من عندك. كلام ايه ده؟ تبيعي سيختك؟ لا ممكن ابدا. ده حتى تبقى عيبه في حقي يا زناد. الله جرى ايه يا راجل؟ هو في فرق بيني وبينك؟ هو في حد لاقي مطارح الايام دي؟ يا ستي الجايات اكتر من الرايحات. وهو انا لسه هستنى؟ لا يا اخويا على ما تكحل العامشه يكون السوق خارب. لا انا عايز اطلع من هنا على رجليا بدل ما اطلع منه على ظهري. سلامة ظهرك يا عصفورة قلبي.
ده انا فديك بروحي يا بنت. تسلم لي يا اخويا. زبده زبده. اي ايدك ناشفه. اقطعها بعد الشر. وطي صوتك لحسن يسمعوكي بره، احنا مش ناقصين نق. تعالي تعالي. اقول لك ايه دلوقتي، الواد الصغير يخبط ويقول ستي بتقول لكم بتعملوا ايه. وقالت لك ايه كمان؟ قالت لي قول للوسطى رمضان اذا كان نفسه في اي حاجه هتطبخ خالص. قول لها للوسطى رمضان نفسه في حاجات كتير. كلم يا اسطى. زينات خير؟ ايه اللي جابك؟ ايه اللي جابني ده؟ ايه؟ رحت بعت الذهب وجبت لك الفلوس. ليه بس يا زينات؟ اهو خد. اخد ايه بس؟ دي فلوسك خليها معاكي. يا رب. انا حاسيلي في المبلغ او اشوف لي صرف. يا ابني بقى خد وخلصني، امال انت هتفضل تقاوح. خلاص شوفي، انا اول ما اخلص شغلي هطب على صاحبة البيت واخلص معاها. اهو انت كده ريحتني، اله يريح قلبك. روح يا شيخ ربنا يفتحها في وشك، روح بقى شوف شغلك. مع الف سلامة. ايه اللي اخرك كده؟ انا اصل الشغل كان راكب عليا لحد ما خلصت منه. شغل؟ نام انت يا عسل. انت شارب ولا ايه؟ هشرب فين؟ انا بس اصل تعبت من كتر الشغل. مش هتتعشى؟ رمضان طب قوم غير هدومك. انا رايحه رمضان، رايحه لي اشوف لي صفه في النيله اللي انا فيها دي، جابت نيله مربومه. تعالي هنا وبتسيبيني كمان يا ولية يا رمه، ونعمل هديك فرحتك الارض. انت ما تكوني خايفه. انا ما كنت عارفه انك كنت عارفه يا بنت الكلام. انت فرحتي يا رمه، الارض اللي جابتك قوي حصلت كمان. انا نفسي بيها. فين يا استاذ؟ مالك يا زينات؟ في حاجة؟ قولي الأول بس، هو فين؟ ده ما جاش الشغل النهارده. ما جاش؟ ما جاش ازاي؟ هو ما قالكيش ولا ايه؟ واد يا عيد تعالى هنا. نص رمضان فين يا واد؟ نص رمضان في البيت عند أمي. عند أمك بيعمل ايه؟ بيتهم لها حاجة؟ لا، أصل نص رمضان اتجوز أمي. يا نصيبتي. ايه الكلام ده؟ اتجوزها امتى؟ يوم الخميس اللي فات. تعالى يا واد وريني بيت أمك ده فين؟ بيت قدامي. كل بلوى وبلوى وراها مرض. قشطه قشطه يا جميل، قشطه بالهبل. حنين حنين، ده انا بدوب دور. احنا ساكنين هنا اول دور. يا راجل اوه، احنا بقينا الدور. مين؟ احنا بقينا الدور. انا ما عنديش دور، انا عارف. الباب بيخبط، روح شوف مين. بره واللي بره بره. ده احنا معلمين. لو الباب يخبط نعرف بره مين. نعرف بره مين. لو الباب يخبط نعرف بره مين. لو الباب يخبط نعرف بره مين. تجاوز عليا يا روح امك. يا سيدك يا سيدك ما يصحش. يا حاجة. 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 ي
قلت انا بامراته. فكرك مش كهرجة؟ يلا بينا تعالي. اهي اهي فيني انا فريان زي يا شيخة مرجي. تضحك عليا وتاخد فلوسي عشان تتجوز المرة مما دي. فشر قطع لساني. انا رنة يا مرة نص عمر. طب اساليه. ده عمل قلبه والناظر. شوف انت دفعت له كام؟ مش كده يا دينات؟ ما بلاش فضايح. الله فضايح يا ابن الكلب يا حرامي. ده انا هصور لك قتيل لو ما اديتيش فلوس لليلتي. يا لهوي زميلة وليلى هتموتي الراجل. انت مالكيش عندي حاجه واحنا ما بخالك في الكمين. وبقول لك ايه كمان؟ انت طالع طالع بالثلاثه. غوي غوي ب60 داهيه. غوي ب60 داهيه. اطلعك واسيح دمك. مع السلامة يا اختي والقلب يدعيلك. ما تبقيش تقطعي الجوابات يا عناليا. منك لله. ربنا يوريني فيك يوم. عديتي يا اختي هدومك قبل ما تمشي ولا ترجعي تاني وتقولي دول ناقصين؟ الله يسهل لك يا عناليا. سلمتي الكدودة من ثلياكي. هي ضناغي اللي جابك الساعات. ايه اتخانقتوا؟ خش خش يا ضناغي. يا بنتي يا حبيبتي كفايه بقى عينيكي. يعني هو العياط هيفيدك بايه؟ لكن ارجع واقول انت اللي غلطانه برضه يا جنات. في حد برضه يفرط في شيكته؟ طب اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ كنت عايزه اروح بعيد عن امي واختي واروح في سجن لوحدي. هو في حد يا بنتي ساكن لوحده اليومين دول؟ على كل حال ما تزعليش نفسك. انا هعرف شغلي معاه. روح انت نام مع العيال يا بصري. انا دلوقتي هعمل ايه وعايش ازاي وعايش فين؟ اللي ينشك في قلبه ده لازم يدفع لك نفق السنه. موت يا حمار. قضايا ومحاكم وجع قلب. ده شيء يطول شرحه. خد البنت دي تنام معاك. طيب روحي انت. خلاص يا بنتي اديكي قاعده معانا لحد ما يحلها ربنا. اقعد فين بس؟ ما انت شايفاهم فوق بعض ازاي؟ اقعد فين؟ اقعد فين؟ طب بس قومي ريحي شويه يا ضناي. ريحي ظهرك شويه ونامي كده شويه والصباح رباح. انا هاخدك للمعلم سيد البرنس هو اللي هيتصرف. يا بختي الاسود يا بختي الاسود. عملت ايه في دنيتي؟ وقال ايه يا شيخ عاشور؟ فضلت اقدف 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 لحد ما لقيت نفسي في وسط البحر. رميت الصناره واستنيت. استنيت كتير قوي يا شيخ عاشور. وبعدين الصناره غمزت. شدتها طلعت لي بلطيه. رجعت رميتها تاني وانا زعلان. واستنيت. استنيت لحد ما الصناره تقلت في ايدي. رجعت شدتها تاني طلعت الصناره ومتشعبطه فيها جنيه يا شيخ عاشور. جنيه انما ايه؟ زي فلقه القمر. راحت فردت رعتها وحضنتني وشدتني معاها غرقتني في قلب الميه. فلا مؤاخذه بقى يا شيخ عاشور شفت معاها اللي ما شفتوش طول عمري. وفي الاخر جابت لي ولد يا شيخ عاشور. ولد زي البدر المنور. حبيت اخرج بيه من الميه ما بقتش قادر. فضلت عافر عافر عافر. انما قدرت تطلع بيه من الميه؟ الكذب الخيبه يا شيخ عاشور. ساعتها صحيت من النوم. تفسروا بايه ده بقى؟ والله يظهر ان ربنا هيكبر بخاطرك يا معلم سيد وهيرزقك بالولد. يعني هكمل اليافطه يا شيخ عاشور؟ ربنا قادر على كل شيء يا معلم. صباح الخير يا معلم. صباح الفل يا نعيم. اتفضل. يزيد فضلك يا معلم. ازيك يا شيخ عاشور؟ احمده. تعالي يا زينات وطى على ايد المعلم موسيقى. استغفر الله العظيم. ازيك يا زينات؟ انا بقالي سنين ما شفتكيش. ان شاء الله ما تشوف وحش يا معلم.
ده احنا من غيرك مش عارفين نروح ولا نيجي. عشان كده لما لقيت البت باختها مال قلت ما فيش غير المعلم هو اللي ينجدنا. خير يا مزيناه؟ خير يا اخوي. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما صحيح راجل دون، هي الناس جرالها إيه؟ وأنت طبعًا عارف إحنا عايشين إزاي دلوقتي. ولاد جوزي كبر أمه، والبت ما يصحش. لا عندك حق. لا معلوم، أنا كمان ما يخلصنيش. إيه اللي أنت شايله ده؟ أفطر لوسطة يا معلم. طب خد الست زينات للوسطة مدحت، خليه يشوف لها أي شغلة مع البنات. حاضر يا معلم. اتفضلي. سلمي لي على الوسطى ابو سريع جوزي. الهي يخليك ويبارك في عمرك ويزيدك من نعيم الله يا رب. فوتك بعافيه يا شيخ عصوم. مع السلامه يا نعيمه. جزاك الله خيرا يا معلم. معلم يا ابن النور. تكبسي ولا تدوسي؟ اللي تقوله يا سي مدحت، بس انت اقدر هتلاقيني من ايدك دي في ايدك دي. انت اسمك ايه؟ خدامتك زينات. يا اخي قول يوم 44. اخراس يا فوزيه. شوف يا زينات، انا هجربك. اذا عجبتيني هتقول يا سعد يا هنايا. الهي يكبر بخاطرك ويغلب عدوك فيك يا رب. شايفه كوم الغزل اللي هناك ده؟ تاخديه وتسقطيه واحدة واحدة في حوض الدوس اللي عندك. حاضر. عرنا زي الفل إن شاء الله. اشتغل يا فوزية. أتجوز؟ كلام إهدى يا شيخ حشوش. والله المنام اللي أنت شفته بيقول كده. بس أنا عقدت على صنف الحريم 4 مرات ومفيش فايدة. كل اللي جبتهم 5 بنات، 3 ربنا افتكرهم. وفضلت كريمة وسنية ربنا يشفيها. عايز اتجوز تاني ازاي؟ يا معلم العيب مش في الماء، العيب في الإناء. دول ما كانوش إناء واحد يا مولانا، دول كانوا زي ما أنت راسي 4 إناءات. معقولة الأربعة هم اللي فيهم العيب وأنا لا مؤاخذة اللي سليم؟ شوف يا معلم، ما دام المية سبق نبيتت يبقى فيها الروح ويبقى المنام ما كدبش. زي ما بقول لك كده يا معلم. عندك حق يا شيخ عاشور. صباح القشطة يا سيدي المعلمين. أهلا يا مستيكة. خير؟ الزفة الليلة كده؟ أما براو عليك يا مستيكة. إيه معاك فلوس؟ على القد مستيكة حالته بخستيكة. طب خد خد دول، بس أنا عايزك توضب كل حاجة على الآخر. ها؟ عناية يا سيدي المعلمين، بس أنت ما تتأخرش علينا. طب يلا مع السلامة. باي باي يا عمو. واد غلبان بيجي ياخد حسنة.
إن الله لا ينسى المحسنين من عباده. بعد إذنك بقى يا معلم. مع السلامة يا شيخ حسون. السلام عليكم. مع السلامة. واحد يجيب سؤال معاك؟ مش هوصيك على البت زينان. يا بنت المعلم حامد الله يرحمه اللي كان هنا قبلك. نام واطمن يا معلم. بعد ما تشطب وتقفل تاخدها وتروح على بيت السكريه تديها اوضه البدرون عشان تسكن فيها. نام واطمن يا معلم ومالكش دعوه بيها حكيم انا عارفك. نام واطمن يا معلم الزناد دي هشيلها لك على العين والراس. على عينك يا نمس. القفل انا ماشي بقى. السلام يا معلم. اشتغل يا اختي تويه. وزفت مرهوم العطار اتاخر ليه؟ وصل يا معلم. السلام عليكم يا معلم. ليك عين توريني وشك؟ دي عامله تعملها؟ دي وصفه تديها لي؟ تعملني مضحكه وتخليني في نص هدومي؟ انا غلطان يا معلم. انما بقى ايه المره دي عملت لك تحويله دعبست لك عليها في تذكره الجوون لغايه ما عرفت ان الحكيم لقمان كان وصفها لجوز امه. جوز امه تبقى مش نافعة. لا يا معلم، اصل الحكيم لومان كانت امه مغلبة مراته. لحد ما عرف السبب وصف الوصفة دي لجوز امه، امه سابته هو ومراته وعاشوا في تبات ونبات وخلفوا صبيان وبنات. لا انا عاوز صبيان بس، كفاية بقى انا تهرب بنات. بإذن الله ربنا حينولك اللي في بالك. امين يا رب. بقول ايه؟ الخلطة دي بقى تاخد منها معلقة قبل الاكل ومعلقه بعد الاكل، وبعدها تحبس كوبايه شاي مغمسه بعنبر، وبعدين ايه لما تحب تخش تستريح تخليهم يعملوا لك منها لبخاوه. وهي سخنه كده يا مرهوم؟ اه يا معلم عشان تجري الدم ويحصل المراد. الله يجازي شطانك يا شيخ. تعرف لو اللي بتقوله ده ما حصلش انا هقطع رقبتك. اطمن يا معلم. سنسونة يا حبيبتي، انت بتعملي ايه يا روحي؟ شفتي جبت لك ايه؟ حاجة حلوة انما بتحبيها قوي. طبق بسبوسة بالمكسرات انما ايه؟ عايزك تاكليه كله لوحدك، ما تخليش منه ولا بسبوسة. خد خد يا حبيبتي. لا حول ولا قوة الا بالله. انتهينا من امتى يا راجل؟ يخيبك يا سيد، ايه اللي عامله في روحك ده يا راجل؟ ابتدينا مش كل ساعة يا حاجة. وايه ده ان شاء الله اللي انت جايبه ده؟ ده أكسور الحياة، يرد الروح ويرم البدن. يا راجل يا شايب وعايب، ده انت بنتك خلاص كلها كام يوم وهتتجوز، ولسه بتجيب أكسور الحياة وبتصبغ شعرك. عايز تهبب ايه تاني؟ عايز تاخد زمنك وزمن غير؟ وماله يا حاجة؟ ما دام الواحد لسه بصحته وربنا ميسر له الحال. انت ما سمعتيش ام كلثوم وهي بتقول واغنم من الحاضر لذاته قبل الاوان. اهو ده اللي انت فالح فيه. تعالى يا شملول خش، فتحي خطيب بنتك قاعد مستنيك جوه. هعمله ايه يعني؟ اضرب له تعظيم سلام ما يقعد ولا يقعد. الواد كان لسه بيحكي على عمايلك اللي بتوصل له وسيرتك اللي بقت على كل لسان. يا ما انا خايفه لا يفسخ خطوبته على البنت، ساعتها هيبقى ذنبها في رقبتك. اطمني مش هيفسخ حاجة، هيفضل مكلبش فيها بإيديه وأسنانه، حتى لو ضربته أنا بالجزمة هيوطي على رجلي بوش. لا يا خويا، هو اللي خلق بنتك ما خلقش غيرها؟ لا خلق، إنما بأختك بقى عينه على القرشين مش عينه على البت. جاته داهية في غلاسته. أوعوا تكونوا سبتوه قاعد مع البت لوحديهم. اطمن، أمها قاعدة معاهم من الصبح. اسمع أما أقولك، سلم على الواد كويس وبلاش تترازل عليه. تحب كمان هشتكهولك وهننهولك؟ اتفضل وراي. اهلا يا فتحي، انت هنا بقالك كتير؟ ازيك يا عم؟ استغفر الله. اهلا يا حاج. ازيك يا بابا؟ اهلا، اتفضل. زي امك، محدش بيشوفها يعني. اصل الرومانتيزم بتاعي رجليها اليومين دول يا عم. الا فاطمه انت اصغر ولا ايه؟ هو العيب يعرف سني يا حاج.
بابا انت فيك حاجه متغيره النهارده، وشك محلو كده ومنور. مش شايفه يا بنت انه صابغ شعره؟ لا يا حاجه، عمي طول عمره شباب ويحب صحبه الشباب وقعدتهم. ربنا يريح بالك ويروق حالك. هو حد واخد منها حاجه؟ يعني احنا يا اختي كنا خدنا منه ايه؟ انا على راي المثل بره وجوه فرشتلك وانت مايل ايه يعدلك. وعامل ايه يا عمي مع الضرايب؟ لو في اي حاجه انا تحت الامر. ايوه يا بابا، اصل فتحي ناوي يفتح مكتب محاسبه، ويا ريت هو اللي يمسك لك ضرايبك. ريحوا نفسكم، انا احب اعمل شغلي بنفسي. حكيم الارزاق دي اسرار، ما يصحش حد ينطلع عليها. الكلام اللي بتقوله ده يا سيد، هو فتحي ابن اختي غريب؟ اشحال ما كانش بعد كام يوم هتقول له يا جوز بنتي. انا مش هتغدى، حضروا السم الهاري. تأمن على الصولر وتفضل يا حواد، وتتعشى وتقفل كويس قبل ما تنام، سامع؟ حاضر يا اسطى. يلا بينا يا اسطى. مدحت ايه يا فرزية، ما روحتش ليه؟ هتعمل ايه الليل؟ الليل تعبان، هروح البيت دي بيت السكرية ودغري على البيت اريح جدتي. يعني ايه؟ مش هشوفك ولا ايه؟ والله ما تفوتي الليلة ده يا فرزية، بقول لك تعبان. تصبح على خير. يا ساتر، بنت فوزية دي بقت قلق قوي. أنا مش عايزك تبقي زي بنات المسبغة دول، والبنات أغبياء ما بيفكروش غير في حاجة واحدة وبس. ما تفكريش في الشغل، أنا هقف جنبك، ما تخافيش، أساعدك وأخليك الكل في الكل. الله، أنت بتمدي ليه؟ يا الدنيا طارت. أنا بس خايفة أكون مستعجل ولا أنا مش مستعجل يا أختي ولا حاجة، وأنا ورايا حاجة، ده أنا مقطوع من شجرة، ما عنديش غير أخت واحدة وبس. ان شاء الله يخليكم لبعض يا رب. سي مدحت، انا عايزك تفتحي مخك كويس وتفهميني، بلك انت لو فهمتيني هتكسبيني، فاهمه؟ يلا. خش. هو ماله ضلمه كده ليه؟ تعالي ما تخافيش. ده بقى بيت المعلم وعنده زيه ثلاثه. إلهي يزيده كمان وكمان يا رب. الحق راجل طيب ويستاهل كل خير. لا يا شيخة، والله انت على نياتك. تعالي تعالي تعالي. خش. معلش يا مكركبة حبتين، انما هبقى اوضبها لك واخليها لك اخر قسطة. لا ما تتعبش نفسك انت يا استاذ مدحت، انا هبقى اروقها. طول ما انا موجود ما تحمليش اي هم، عشان تعرفي ان المعلم ده راجل نتن، كان شاف لك مطرة احسن من ده. ما هو عنده شقق كتير قوي قافلها، راجل اناني شلفش.
خد يا اخوي. دول شويه يا مستكر. نعم يا باشا، 25 جنيه في ساعتين وحشين. ايه ده يا مستكر؟ ده القميص ب 30 جنيه. الله، وانا حكسيك يا كابتن، ده انت غريب قوي. انا مبسوط كده يا مستكر. يا حلو يا قنوع. الحفله الجايه انت يا مستكر. يا اخويا حلمكم على الراجل شويه، ده حلو على قده. لازم تشمري دي جلابيتك لفوق عشان تتحركي براحتك وتدوسي كويس. شماري يا اختي. انا اصلا مش متعوده على كده يا استاذ مدحت. ما تشمري يا عين امك، خلي الاصفر يعين البضاعه. اخلص منك ليها، هتشوفي شغلك يا خجل. افتحي مخك معايا يا زينات، ما تخليش ولاد الابلسه دول يشمتوا فيكي. شماري شماري ودوسي شماري كمان. نار نار. بتبحلق في ايه يا اخويا؟ ولا حاجه يا اسطى. بحلق في شغلك. حاضر يا اسطى. عجبتك البضاعة يا اسطى؟ بعدين معاك يا فوزية، خلينا اشوف شغلي. اشتغل. ها ومش رايحة في شغلتك دي؟ الشهادة لله يما، لولا الاستاذ مدحت العفريت انا كان زماني سبتها من اول يوم. وربطوا لك اجره قد ايه؟ الاستاذ مدحت عمل لي 20 جنيه في الجمعه. 20 جنيه؟ وماله جه على نفسه قوي كده؟ ده انت كنت بتديهم لنا وانت على ذمه الموكوس اللي اسمه رمضان. الله، يما واحده واحده، ده احنا لسه بنقول يا هادي. وعلى ايه يا حبيبتي؟ ده انت لو خدمت في البيوت هتكسبي قد كده طاق اثنين. اسمعي. نعم. تكلمي المعلم سيد وتقول له الاجره شويه. ولا اكلمه انا؟ لا. تكلميه ده ايه؟ المعلم ملوش دعوه بحاجه ابدا، لوسطى مدحت هو الكل في الكل، وبعدين المعلم ما بيرفضلوش طلب. لوسطى مدحت، لوسطى مدحت، انت ايه حكايتك مع لوسطى مدحت؟ يا بت بص لفوق شويه خلينا نشوف حالنا. قصدك ايه؟ امال انا شغلتك عند المعلم ليه؟ يا لهوي، عايز انا ابص راجل قد ابويا؟ وماله؟ انا على راي المثل، خدي الشاي بيدلعك ولا تاخدي الصبي يلوعك. والنبي مالكش حق يا استاذ مدحت، ده شيء كتير قوي. تصدقي وتامني بايه يا زوزو؟ لا اله الا الله. انا نفسي ما بقتش تتفتح الا وانا قاعد معاكي في الاوضه دي باكل عيش وملح. اعمل ايه؟ اصل اخوكي وحداني، ماليش حد يقول لي انت فين. طب ما تتجوز يا اسطى، ايه اللي حايشك؟ وشرفك يا زوزو، جربت حظي مرتين وطلع في شنك. بس المره دي بقى دليلي بيقول ان ربنا هيسترها معايا. بس انت نشن كويس وانت تاكل ملبن. انا نشن للصبح، هو حد لاقي ملبن؟ ليه؟ ما قدامك بطه ولا فوزيه ولا نعناع؟ تبقى مش فاهماني. اللي انت بتقولي عليهم دول مصايب. اي واحده فيهم عايزه تتلايم على اي راجل عشان يتستر عليها وعلى بلاويها. لا بالمناسبه، عايزك تاخدي بالك من بنت اللي اسمها فوزيه، ده بنت خطره. ام 44 تقول لها يا ابلتي. لا يا اسطى ما تخافش عليا، اطمن.
شوية المية دول علشان تعرفي تنضفيه كويس. انت دلوقتي يا فوزية ما وسخة الشغل بتاعي؟ عايزة توسخيه؟ أو لقيت دلوقتي اللصة مدحت؟ الدنيا اللي بتقولهولها كل ليلة يا عين أمك. قصدك إيه يا فوزية؟ قصدي أنت عارفاها وشرباها، ولا تكونيش فاكرة حمارة ونايمة على وداني، يا تحتانة يا مية من تحت تبني، يا شقارة يا نقارة يا عينة الحارة. عشان خاطري سامح انه بادي يا اخويا عشان خاطري انا خاطرك ده يا ام خاطر انا هعرف ازاي اجيب حقي شفتي دي بنت نمروده ما تستاهلش المعروف خلاص بقى معلش يا اسطى سامحها عشان خاطري حرام كمان قطع العيش استغفر الله العظيم ليه بس تغصب عليا زنات وانت عارفه ان قلبي رهيف ومليان عطف وحنيه امر لله هتوه إلهي يكسبك ويربحك يا رب كلمة واحدة مفيش غيرها فرح كريم هنصبه فوق السطوح بين أهلي وأحبابي مش تقولي لي شبت والمراديان أنا كنت أموت من الكسوف وسط أصحابي يا بابا بس أنت كده تبقى جاي على كريمة أوي يا معلم دي بنتك وأول فرحتنا يا أخويا ما هو مش علشان تفرحوا تقوموا تذبحوني خلوكوا حنينين عليا شوية بقى استغفر الله العظيم البت اللي ما تفهمش السما من العمى تكتب لها عمارة فم الخليج وتحط لها شيء وشويات في البنك وجاي تبخل على بنتك اللي تشرفك وتطول رقبتك قدام الناس انا عارف المصلحه كويس وبعدين يقول علينا ايه فتح يا بابا ما تجيبليش سيرته انت اللي طول عمرك ظالم فاكر لما جوزت ام ثانيه كنت مفضلها علينا وكنا فين وفين لما نشوف وشك الله يرحمها كانت ست كامله من مجاميعه لو كانت عاشت كانت جابت لي الولد اللي بس ترجاه من الدنيا عشان ابليس في الجنه انت حبيبي خلاص ربطت على خلف البنات ده كان لسه فاضل فيك خلف هو قطع خلف غير عشرتكوا يا نسوان غفر بسم الله يا فوزية تعالي دوقي طبيخي تعالي بالسم الهاري الله يسامحك لو اعرف انا عملت لك ايه بس عملك القلي وتعب السر انت يا بنت انت جايه هنا عشان تفرسيني انت قرشه ملحتي ليه بس هو انا كنت عملت لك حاجه ده احنا ولايا زي بعض وقال على راي المثل اللي داق المر قابلك يعيط لما يقابلك هو انا ايه اللي كان رماني هنا غير الحوجه وقله الحيله مسكيني تمسكيني ولفيني في كمك بره منك ومن سهتنتك عايزه تضحكي عليا انا زي ما ضحكت على الراجل راجل راجل مين يا اختي اللي نشك في قلبه مدحت ابو عينين زايغه اخس عليك يا فوزيه طب ان شاء الله تفرح ده سم اذا كان بيني وبين لسطى مدحت حاجه هو يا اختي اللي بيجي يشتكي لي همه قلبه رهيف بيجي يحكي لي هقول له لا ما هي دي سكته لحد ما يوصل لغرضه وبعدين ادي وش الضيف اطمني يا حبيبتي مش انا اللي يندحك عليا ده انا اجيبه واوديه وبرده ما ريحوش ده انا عظمي زلط ولحمي مر انا العفريت يا زوزو افتحي ما تفتحي عشان بخاف من الضلمه في حاجه
مية مسة على عيون المدغلسة. خليك عندك. الله 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 الله. ليه ولا مؤاخذة اللون الحامض ده وياي؟ قول وخلصني يا استمد، هتعايز ايه؟ انا اصلي جايب لك شوية سمد، انما ايه ما يستلوش غير بقك الحلو ده. حلو، كتر الف خيرك، انا اتعشيت خلاص. الله، وانا اعمل ايه في السمك ده؟ ادي للقطط عشان تاكل وتدعي لك كده. هو يا حصالت كمان اوكل القطط؟ دي ناس انا مين ولا يا زنات؟ بقول لك ايه، انا تعبانه وعايزه انام. تصبح على خير يا سعفري. اسمع يا زنات. الله 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 الله، انظر يا عفريت، انت خدت زومبا تقيله قوي الليله دي. ماشي.
ده كله فين؟ مش بقول لكم ميه من تحت تبت؟ معاك حق. خلي بالك من عفاريت يا زوزو. عفاريت لما تنططك يا زوزو. بتمد كده ليه؟ قطعت نفسي. انا برضو اللي قطعت نفسك ولا الجوزه اللي ما سبتهاش من اول الليل؟ الله، ده انت عينيك كانت عليا طول الليل بقى. بس ايه اللي عملتيه ده يا بت؟ ده انت بترقصي رقص فشر بتوع السيمه، كانك كنت بترقصي على مراوح قلبي. سلامة قلبك يا اخويا. بقول لك ايه؟ تصبح على خير بقى لحسن الفجر قرب يشقشق. طب اوصلك لحسن الحته مليانه واغش. انت شايف كده؟ طبعا شايف كده. ماشي. ماشي ونص كمان. كتر خيرك. تصبح على خير. اوصلك لحد باب الاوضه اللي هيكون حد متربص لك تحت السلم ولا حاجه. انت هتلبش جتتي كده ليه يا استاذ مدحت؟ الوقت متاخر وولاد الحرام كتير. خش خش خش. كتر الف خيرك يا استاذ مدحت. تصبح على خير. انا مش قادر اروح قبل ما اطلع كل اللي في قلبي يا زينات. انت بتقفل الباب ليه بس؟ انت ايه حكايتك الليلة دي؟ طلبت انك توصلني قلت يا بت ما يضرش، عايز مني ايه بقى تاني؟ عندي كلام كتير قوي عايز اقوله لك. يا عفريت ما ينفعش كده، عايز انام. انا جتتي ايضا نار من ساعه ما شفتك وانا قلبي مش شحت في عينيكي. يخرب بيتك، انت هتطلع صوتك عليا يا راجل انت ولا ايه؟ اوعى عينك من عليا كده احسن وامين المصطفى. ارقع بالصوت وارن عليك الجيران. اوعى صرخي للصبح. انا الليله يا قاتل يا مقتول. هتجوزك يا بت المهشكه. قديمة في الصنعة يا اخي، شماري كويس. حاضر يا اخي. دوسي بقى. دوسي كمان. قفل قفل. كويس. يلا يا حبيبي انت وهو، احنا مش هنبات هنا النهارده. قفل قفل. قفل يا زوز. صباح الفل. انت هتحفظ الكلام اللي قلته لي امبارح ولا لا؟ مش كده؟ امال يا زوز ومش هنا الكلام ده؟ بتاخدي النهارده اجازه وتروحي ترتاحي في البيت. ودي بالليل ومعاكي المأذون. لحسين مربي. ليه؟ الدنيا حلوه والناس ما وحشين. وحشين يا احمد. ما بقوش زي زمان، بيخلوك تعمل اللي انت مش راضي عنه. ايه اللي انت مش راضي عنه؟ يلا بينا يا احمد. الناس ورانا ورانا. معلش. نفسي اهرب معاك. اهرب بعيد عن الناس. ايه اللي حصل يا هناء؟ اتأخرت ليه لحد دلوقتي؟ رحت أشم شوية هوا. عمري نام يا دادا؟ من بدري يا ست. تعرفي إن الناس كلها لاحظت لما سبت الحفلة ومشيتي؟ ما بقتش عارف أقول لهم إيه. لازم تشوفي الموظفين اتغيروا ازاي بعد ما ترقيت من كمال افندي بقيت كمال بيه. كمان شويه كنت هبقى كمال باشا. على فكره
مش واجب برضه نعزم سعفان بيه عندنا في البيت؟ انت مش وصلت اللي انت عايزه، لازمته ايه بقى نعزمه في البيت عندنا؟ ما هو مش معقول ما نردلوش الجميل يعني. ومش معقول كمان هقعد ل 24 ساعة جامل في سعفان بيه بتاعك؟ ده اقل ما يجب يا حبيبتي، الراجل اكرمنا في الحفلة، لازم نكرمه في بيتنا. انا قرفت بقى لا عايزة اتكرم ولا اكرم، سيبني نام. ظاهر ان اعصابك تعبانة، تصبح على خير. اخفى عليكي بقى تقعدي المده دي كلها وما تساليش عني. اعذريني يا سميحه، اصل انشغلت شوي. لازم مع اللي كنتي معاه ليله راس السنه. جو جديد؟ مين؟ احمد. دي كانت حته بوسه يا بنتي، ولا بوسه ايب مونتان لبريجيت برضو. ها وبيشتغل بقى ولا واد من مرايشين؟ لا لسه ما اشتغلش، هو في نهائي كليه الطب. يا حلاوه، خميل قوي. تلميذ يعني؟ قرب يتخرج ولا ما يتخرجش؟ هو اتحلو وخلاص. والنبي ده انا كنت خايفه لا جوزك ولا سعفان يشوفوكي، كانت تبقى مصيبه. يا ريت، عشان كنت اخلص من الاثنين. ايه اللي حصل؟ ابو حميد يخليكي تقلبي على الجوز كده؟ خلاص يا سميحة، ما بقتش قادرة استحمل، حاسة اني بمثل الـ 24 ساعة. نفسي ارجع طبيعية زي زمان. لا وحياة ابوكي، مش عايزين خراب البيوت ده. خليكي زي ما انتي، مرات كمال بيه وصديقة سعفان بيه، وحبي بعد كده اللي على كيفك. تحب احمد، تحب علي، يا رب تحب ابو زيد. المهم ان حبك ده ما يكونش له تأثير على النعمة اللي احنا فيها دي. على فكرة انت ليكي 50 جنيه بقيت حساب. بقول ايه؟ ايه؟ ممكن تسلفيني وافتح شقتك؟ اخ يا روحي، لذيذ قوي حب التلاميذ ده. هاتي. صاحبتك دي تفضل مسافرة على طول. يا ريتها يا أحمد، على الأقل نفضل نتقابل بعيد عن الناس. أحسن. كنت لما بشوفك زمان أحلى منك مراتي وعايشة معايا في بيت واحد. شوف الدنيا، تمر السنين ونتقابل سرقة في شقة مش بتاعتنا. يا ترى لسه بتحلم زي زمان؟ أيوه صحيح يا حمد، صحيح. يعني ترضى تتجوز واحدة متطلقة؟ أنا هتجوز واحدة بحبها وبس. وابني؟ أدي حبي ليك يا حب. يا حبيبي مش عايزك تبعد عني أبدا. أعمل إيه؟ أنت اللي بتعزلي. مش هعزل المرة دي، هفضل جنبك على طول. أدي التقارير اللي ستك طلبتها مني. رجعت الميزانية؟ طبعا يا فندم. الو، من فضلك دقيقة. اهلا يا حبيبتي. لا الظاهر انك نسيتيني. ابدا، بس ظروف هبقول لك عليها اما اشوفك. قول يا سعفان، انا محتاجة ال 200 جنيه ضروري في الشقة. لا مش ممكن. اقول لك استناني بعربيتك قدام قصر البارون.
حصل ايه قوليلي؟ سعفان، انا حاسه ان كمال ابتدى يشك ان في علاقه بيننا. هو قال لك حاجه؟ ابدا، بس تصرفاته مش عجباني. رايحه فين؟ جايه منين؟ هبقى اكلمك في التليفون. خايفه لا يكون بلغوا كلام. اشمعنى كلام هيبلغوا اليومين دول؟ مش عارفه، احنا لازم نبعد عن بعض شويه لغايه ما يطمن. طيب طيب، سيبيلي الموضوع ده، انا هتصرف. ادي المبلغ اللي طلبتيه مني. ميرسي. امشي انا بقى. مع السلامه. الله يسلمك. تعودني عن كل حاجة. أستاذ كمال. أيوة يا فندم. عايزك يا بطل تجهز شنطتك وتاخد طائرة لندن بكرة ومنع على الكونجو وتخلص الصفقة بتاعتنا. ما الأستاذ سعيد مسافر. سعيد؟ سعيد مش هيحل ولا يربط، لازم تروح بنفسك. مش أنت مدير المبيعات؟ اللي تشوفه سيادتك. أي خدمات تانية؟ لا شكرا. شوف وشك بخير يا سعفان بيه. ما ترجعش إلا ومخلص كل حاجة إن شاء الله. أشوفك بخير يا هنا. خلي بالك من الولد. ترجع بالسلامة. خلاص أهو دلوقتي بقى مالكيش حد، بس على الله ما يكونش موصي حد يراقبنا. استنيكي بالليل الساعة 8. حاضر. الكيس راحت فين يا دادا؟ طيب طيب، لما ترجع قولي لي انا اتكلمت في التليفون، ضروري تتصل بيا، فاهمه؟ تعال. قلت لها انا سالت عليها. ايوه النبي يا سيدي قلت لها. ما تعرفيش يا دادا راحت فين؟ هي ما بتروحش حته غير عند الست سامحه صاحبتها. الو سعفان بيه؟ مش معقول. اهلا اهلا هناء، لسه خارجه من شويه، لو رجعت اخليها تتصل بيك. حاضر. ماهر تعال على طول. يا فندم جات اخبار من كمال؟ لسه يا فندم. ايه؟ مستعجل السفريه ولا ايه؟ جيني يشوف شغله البايظ؟ بعت له طلبات حالا. يرجع على اول طياره. حاضر. مش عارفه ايه اللي رجعه بسرعه كده. المفروض كان يقعد شهر في اوروبا. وطبعا هتطلعي تستقبليه في المطار. ولو طلب منك الليله تسهروا سوا مش هتقدري تقولي له لا. يا احمد قلت لك كل واحد فينا بينام في اوضه لوحده. أنا الراجل ده مش متصور إنه يقرب منك ولا يحط إيده عليكي. ساعات تجيلي أفكار جنونية أقول أروح لهم البيت أشوفهم بيعملوا إيه. وساعات أقول أعمل لهم تليفون كل ربع ساعة أنكد عليكم السهرة. قلت لك كل حاجة بيني وبين كمال انتهت من زمان. أمال عايشة معاه ليه؟ سيبيه وروح عيشي مع أهلك لحد ما تخرجوا ونبقى نتجوز.
حاضر يا احمد، بس انت انتبه لمذاكرتك عشان تنجح، وكل اللي بتقول عليه ده هيحصل. تعلن شركة مصر للطيران عن وصول طائرتها القادمة من لندن. شكرا. اهلا حنان، مسافره انت كمان ولا ايه؟ كنت حاسه اني متراقبه، ده اللي خلاني ما اكلمكش. والتليفونات كمان؟ مش مصدق. عايزه افهم انك بتفكري نسيب بعض؟ مش قصدي، بس لازم تفهمني، انا خايفه. انا فاهم، فاهم كويس قوي. على العموم الحمد لله على سلامته. كويس انه جه علشان اقدر اشوفك. انفورز فد بوزيتسي ويذين ذي بورسي ولسك انتيل تين اور تويلف ييرز ابو ذيس كيسز وير اولويز كنت. الطيارة وصلت من الصبح وما اتكلمتش لحد دلوقتي. زمان هتكلم، ذاكر بقى. اباوت 1960 دكتور. المفروض انها تكون رجعت البيت. تاني ربنا يهدك يا ابني، انت هتضيعنا والامتحانات زمان على الابواب. اوغستون ريبورتد مؤمن. تعالى معايا. على فين؟ نوصل لحد بيتها نطمن على اللي حصل. طب انت بتحبها، انا ذنبي ايه؟ معلش يا مؤمن، تعالى معايا. تعالى كده ضيعت مني الصفحه. هتضيعني من عشان خاطري. تعالى اتفضل. تعالى حد في ايدي. اهي ارتحت بقى، يلا نمشي. تكذب عليا وتقول انهم ما بيناموش في اوضه واحده وهي معايا. خلاص نم عليها من هنا ورايح تنام في المطبخ على البلاط. هي خرجت من الاوضه، تبقى ما بتكذبش عليا. انت حيرتني معاك، بتكذب ولا ما بتكذبش؟ لما تتجوزها بنايمها زي ما انت عاوز ان شاء الله فوق السطوح. يلا بينا لحسن، انا حاسس انك هتفقدني. أنا لغيت رحلتك علشان فات أسبوع مفاوضات مع الشركات الأجنبية وما وصلتش لأي نتيجة. تلغرافاتك كلها مبهمة. أنا على وشك الاتفاق. اتفضل. ويا فندم أنا بقول لسيادتك. هتقول لي كله موجود في التقرير. وده تقرير ده؟ ده كلام فارغ. ما يكتبوش واحد معاه الابتدائية. ده أنا سهران عليه طول الليلة يا فندم. وإيه يعني؟ مش كتير لما تسهر على تقرير ليلة. كفاية المهية اللي بتاخدها. الظاهر ان ثقتي فيك مش في محلها. يا فندم انا عملت اللي اقدر. ارجوك تخليني اغير رايي فيك. اتفضل. اكلمه ليه واعزمه ليه على سهره؟ مين قال لك اني عايز اسهر؟ انا تعبانه وقاعده في البيت مع عمرو. يا هناء انت ما بتقدريش المسؤوليه ولا ايه؟ الراجل بيتلكك لي. المهيئة اللي بيداني ممكن يعين بيها 10 خريجين جامعة. لازم نسحب نعم معاه. والله اسحب نعم انت لوحدك، دي مش وظيفتي. يلا بيبي. بس الخير بيعم علينا كلنا ولا ايه؟ أنا مش عايزة الخير ده، قرفت منه. يا حبيبتي معايا سهرة وتعدي بقى. يلا عشان خاطري، عشان خاطري. عشان خاطر عمرو. ها؟ خد يا حبيبي. الو مساء فندم. مساء الخير يا فندم. خدي كلميه. مسكي. يلا يا عمر تعالى ناكل في المطبخ. اصل يا فندم هناء عزمانا احنا الاثنين على سهره. ايه راي حضرتك؟ هتكسفها؟ متشكر قوي، مع السلامه. سينو سيفاليدس كاني سينو بسلا تشوبس ساركوفاجا يو. بقى بالذمه دي ضريبه مذاكره. كان يوم مهبب يوم ما خدتك معايا ليله راس السنه.
هتخليني احرم اخدك معايا سهرات بعد كده. اللي محيرني اني بقالها يومين ما اتكلمتش، لازم في حاجه. اكيد فرقعتك يا سيدي واديتك زومبا اليوناني. الو؟ ايوه منى. ازيك؟ طمني عامل ايه؟ على العموم الملازم الجديده ظهرت واستلمتهم لك، تحب ابعتهم لك مع حد؟ لا مش مهم، ابقى اخدهم منك في الكليه. لا مؤاخذه منى، اصلي مشغول شويه. مع السلامه. ايه ده؟ مش عيب يا بني ادم تكلم منى بالشكل ده؟ خلاص نسيت العشره القديمه؟ ما احنا كده يا بني ادمين. سبيش يا البروبلم. الو؟ الاستاذ كمال موجود؟ خرج؟ طيب لو سمحتي ممكن اتكلم المدام؟ خرجت مع البيت، راحت معاه الحته اللي اسمها في الاخر فيه نون. ايوه الشلاتون. طيب متشكر. سهرانة في الشلاتون ده كتير قوي. تخرج مع جوزها من غير اذنك دي تبقى خيانه. يا هناء دي مش طريقه، مش عايزين اللي بنيناه في سنين يهدوا في ثانيه. وانا عملت حاجه مكشره من غير مناسبه، هتخلي سعفان بيه يفتكر اننا متضايقين من عادته. انا قلت لك قبل ما نيجي اني تعبانه. يلا نقعد. يلا. ميرسي. واحد ويسكي. صحتك حلوة أوي. أه تمام. أنا زعلتك في حاجة يا هناء؟ لا أبدا. أمال ليه بتهربي مني؟ تديني مواعيد وما تجيش. مش قلت لك بيراقبنا؟ مش باين. أنا حاسس إن في سبب تاني. لا أبدا مفيش. الرميل دخل في عينيا، عن إذنك. إيه اللي جابك هنا؟ عايز أعرف. ما جيتيش ليه؟ ما اتكلمتيش ليه؟ هقول لك كل حاجة بكرة. على ما تلاقي حجة تقوليها لي. خص عليك يا أحمد. ومين ده اللي ترقصي معاه؟ ده سعفان بيه المدير العام. وليه يسهر معاك المدير العام؟ يا احمد اهدى بلاش فضايح، هبقى اشرح لك كل حاجه بكره. استنيني الصبح في الشقه. اعملي حسابك لو ما جيتيش مش هتشوف وشي بعد كده. مين ده اللي كنت بتكلمي؟ ده ابن خالد سميحه، كنت قابلته عندها في المحل وعرفتني بيه. يلا يا كمال. خروجنا جه فجأة، المدير العام صمم يعزمنا على السهرة، كنت هعمل ايه؟ وصمم كمان انك ترقصي معاه وتحضنيه؟ أنا ما كنتش حضناه. أنا شفتك بعينيا حضناه، كنت حضناه زي ما بتحضنيني بالظبط.
يا احمد انا بحبك، عارف يعني ايه بحبك؟ يعني كل دقيقه وكل لحظه بفكر فيك، وانا سهرانه معاهم بتبقى انت اللي معايا. ايدك اطمن من ناحيتي، مش عايزك تشك فيا ابدا، فكر بس انك تنجح، مش عايز حبك ليا يشغلك عن مستقبلك، مستقبلنا احنا الاثنين. مبروك. الله يبارك فيك. هو نجاح صحيح على حركرك، انما التقدير مقبول، ممكن يوديني الصعيد. ولا يهمك، انا هروح معاك اي مكان. يلا بينا. يلا. بنفسجي يا اسطى. ليه مش عايز يطلقك؟ خايف للطلاق يأثر على مركزه. مش فاهم. اتنين ما بيحبوش بعض، والأكتر من كده بيكرهوا بعض، ايه اللي يخليه يرضى بالوضع ده؟ انت مش فاهمتي انك بتحبي حد تاني؟ ايوه. خلاص، عايز انا اروح اكلمه؟ لا يا احمد، سيب لنا الحكاية دي، أنا هكلمه لآخر مرة، وإذا ما وافقش أوعدك إني أحسب له البيت. هلا، كنت فين؟ يا من إمتى بتسألني؟ كنت عند سميح. يا سميحة ساكنة في شارع الجبلية نمرة 13؟ أنت بتراقبني؟ كنت مع الواد بتاع الشيراتون؟ أيوه. وإن كان مش عاجبك طلقني. يا ست، لما تظبط بتخون تطلب الطلاق؟ أنت بتتكلم عن الخيانة دلوقتي؟ ما بتتكلمش عن سعفان ليه؟ ولا عايز تفهمني انك مش عارف؟ خلاص. لما الخيانة تكون في مصلحتك ترضى بيها، غير كده لا. انا بقولها لك اهو،
دقيقة واحدة من النهاردة مش عايش معاك. من غير سبب كده تطلب الطلاق؟ من غير سبب. لا زعلتها ولا زعلتك؟ أبدا. لا، أنا العيال أنا أجي أصالحكم مع بعض وهديلك أعصابها. أكون شاكر أوي. يا سلام، ده واجب. أهلا سعفان بيه. إيه هنا هانم ده؟ كده تخضينا؟ اتفضلي. حد يزعل من كمال؟ هو عارف أنا عايزة إيه؟ طلاق؟ أيوه. يا شيخة، بعد 7 سنين جواز تطلبي الطلاق؟ تهدي في لحظة بإيدك اللي بنيتوه سوا؟ أنا متنازلة له عن كل حاجة بس يطلقني. معقول ده؟ يا عمرو. سعفان بيه ما تحرجنيش. نعم يا أنكل. أنت مزعل ماما ليه؟ أنا بحبها، بحب ماما، بحب بابا. يلا روح بوس ماما. وانت كمان يا كمال. يلا بوس راسها. يلا يا بابا عشان خاطري. يلا. مساء الخير. مساء الخير. جالي جواب التعيين. ألف مبروك يا ابني. طمني، اتعينت فين؟ في الفيوم. الفيوم؟ ما هو لو كنت انتبهت لنفسك شوية كنت اتعينت في مصر مش في الفيوم. العابي العابي. معلش، على العموم الفيوم قريبة. ألف مبروك يا حبيبي. هتوحشني يا أحمد. وأنت كمان. حبيبي كان نفسي تيجي معايا. يا ريت، مش عارفة حامل ايه من غيرك. أنا حابة أجيلي خميس وجمعة، وإن قدرت أزوغ وسط الأسبوع هزوغ. مش معانا دايما سرحانة. تحبي تسافري اوروبا اسبوع 15 يوم او تغيري جو؟ متشكر يا سعفان، انا كويسة هنا. نفسي نرجع زي زمان، تكلميني ونتقابل. من فضلك الدكتور احمد الاقيه فين؟ اتفضلي يا هانم. ادخل. اعملي التحليل الاول وبعدين ابقى اشوفها. بعدين اشوفها. مع السلامه. انا احمد. وحشتني قوي. ادخل.
لو سمحت دكتور رأفت عايز حضرتك. طب انا جاي لحالي. انا حبيبي. ادخل. المريض في اوضه 13 عايز حضرتك. طب انا جاي حالي. المستشفى هنا زحمة قوي. أنا هستناك في البيت عندك. عندي في البيت مش ممكن أنا. هنا كلهم عارفين إن أنا مش متجوز. والفيوم غير مصر. الإبرة لما تترمي يتسمع لها صوت. قول إني قريبتك، خطيبتك، أي حاجة. لا حبيبتي، خطر عليكي وعليا أنا كمان. وعايش لوحدك؟ طبعًا. مين بيخدمك؟ بينظف لك البيت، بيغسل لك هدومك. واحدة ست كبيرة في السن. بتاكل فين؟ الظهر في المستشفى وبالليل في النادي. وبعد النادي بتسهر فين؟ في النادي برضه. هو في غيره؟ بتفرج على التلفزيون والساعة 10 بيتك بيتك. أنا مضطر أسيبك دلوقتي عشان أقابل حضرة العمدة. أنا راجع لك حالا. يبقى عندك واحد زي سعفان وتحتاري الحيره دي؟ ده راجل له مركزه ومعارفه كتير في كل حته، ينقلهولك مصر في 5 دقايق. مش معقول يا سميحه، بقى انا بتهرب منه اقوم اكلمه؟ يا بنتي الغايه تبرر الوسيله، كلميه ولا يهمك. هي نمرته كام؟ يعني لولا موضوع الدكتور قريب سميحه صاحبتك لا كنت اتكلمتي ولا شفتك. اصل الحقيقه الدكتور جديد وجت تعينه في الفيوم، بعدين ظروفه العقليه ما تسمحلوش يبعد عن اهله. قامت سميحه ترجتني عشان اوصيك. هتكلم له حد؟ طبعا طبعا. يا ترى هتغيبي عني تاني؟ حسب ظروف يا سعفان. مفهوم مفهوم. ممكن اتكلم في التليفون؟ اتفضل. الو؟ مين يا فندم؟ ايوه يا فندم موجود. تليفون عشانك يا ستي. مين يا دادا؟ ما قالش. طب روح انت يا دادا. حاضر يا ستي. الو؟ حملت. الحمد لله على السلامة. جيت امتى؟ بكلمك من محطة، لازم اشوفك دلوقتي حالا. عندي ليك خبر هايل. ايه هو؟ قول. طب نتقابل بعد نص ساعة؟ عند سميحة. حسوا اني كفاءه نقلوني مصر. انا ما بقاش فاضل غير اني نلاقي شقه وتسيبي جوزك ونتجوز ونعيش سوا انا وانتي وعمك في بيت واحد. يا ريت يا احمد، يا ريت. لا لا. نعم يا سيدي. حضري الغدا بسرعه. حضرتك مش هتستنى الست؟ هي لسه ما رجعتش من النادي مع عمرو؟ عمرو نايم فوق. امال راحت فين؟ ما قالتش يا سيدي. جالها تليفون من واحد اسمه احمد وخرجت على طول. you
سعيدة يا كمال. هلا. هو الدكتور أحمد مش ناوي يبعد عنك ولا إيه؟ أول مرة عدتها لك على خير عشان خاطر الولد، قلت مفيش داعي نخرب البيت اللي بنيناه سوا. كمال، أنا قلت لك طلقني. تفتكري لما هطلقك هيتجوزك هو؟ أيوه. وهيعيشك بال 17 جنيه اللي بياخدهم؟ كمال، الأمور اللي زي دي عايزة الصراحة. صحيح أنا عايشة دلوقتي عيشة تحسبني عليها ستات كتير، لكن أنا مش راضية عن نفسي. مش دي الحياة اللي كنت بحلم بيها ما اتجوزتك؟ مستعدة إنك تضحي بالفيلا والعربية والمصروف اللي بتاخديه كل شهر؟ أنا فكرت في كل حاجة من زمان ومصممة على الطلاق. رجع تاني تطلب الطلاق؟ أنا مش لسه مصالحكم؟ بصراحة الحياة معاها بقت مستحيلة. أنا اتغيرت قوي يا سعفان بيه. فهمتوا مع بعض؟ شفت إيه اللي مزعلها؟ حاولت كتير مفيش فايدة. بلغني أخيرا إن في واحد بيزن على ودانها عشان تطلب الطلاق. مين؟ دكتور لسه متخرج جديد. دكتور؟ عرفت اسمه؟ أيوه. اسمه أحمد فؤاد. أحمد فؤاد؟ أيوه. وأنا قررت أطلقها. إيه ده؟ أنت جننت يا كمال؟ حد يهدم حياته بإيده؟ الطلاق يضرك ويأثر على وظيفتك في الشركة. الشبشرة والمسائل الشخصية دي تأثر على مركز الإنسان. تخليك عاقل. سيب لي الموضوع ده. والأخراني ده قبل الأكل ثلاث مرات. دكتور أحمد ست، المدير عايز حضرتك. صباح الخير. أهلا دكتور أحمد. أهلا بيك يا فندم. اتفضل. مبسوط في القاهرة؟ الحمد لله. عظيم. بقى يا سيدي انت عارف طبعا اننا بنبعت بعثات كل سنه لاوروبا من بعض الدكاتره المتفوقين. اسمك ضمن الاسماء المعروضه عليا. ايه رايك؟ والله يا فندم ده شرف عظيم. مش عارف اقول لستك ايه. ما تقولش حاجه. جهز نفسك للسفر في اقرب وقت. متشكر يا فندم. في حاجه يا دكتور احمد؟ لا بس اصلها كانت مفاجاه بالنسبه لي. وخصوصا ان لسه منقول من الفيوم. نعمل ايه بقى؟ وصيتك غاليه علينا. سعفان بيه زميلي من ابتدائي. سعفان بيه؟ لسه كان بيكلمني من شويه عشان يطمن عليك. ايوه. الدكتور احمد فؤاد عايز يقابل حضرتك. مين؟ الدكتور احمد فؤاد. خليه يتفضل. اهلا دكتور احمد. تفضل. تفضل. اي خدمة؟ حضرتك تعرفني يا سعفان بيه؟ لا ما سبقليش الشرف. محدش كلمك عني؟ مش فاهم. حضرتك وصيت عليا وخليتهم ينقلوني مصر؟ فعلا افتكرت دلوقتي. اقدر اعرف اسم الشخص اللي طلب منك تعمل كده؟ يهمك في ايه؟ عشان على الاقل اقدر في يوم من الايام ارد له الجميل. مش من حقي اقول لك مين، لان الشخص اللي بتتكلم عنه ده يمكن مش عاوز حد يعرف اسمه. سعفان بيه مفيش داعي نخبي على بعض. الشخص ده نعرفه احنا الاثنين. هناء، مش كده؟ عشان تستجيب بسرعه لطلب زي ده اكيد هناء دي عزيزه عليك قوي. انت عاوز توصل لايه بالظبط؟ انا بلغني كلام كتير يا سعفان بيه. لنفرض لما طلبت منك تنقلني يا سعفان بيه قالت لك اننا بنحب بعض. والله أنا ما بتدخلش في عواطفها الشخصية،
كل اللي اعرفه انها ست محترمه ومتجوزه، وان في شخص بيحاول انها تتطلق وتسيب بيتها.